قعر جهنم، سجن الجا. تعددت الأسماء والأسطورة واحدة. بئر برهوت. الكثير من الغموض والأساطير تحيط بهذا المكان الواقعي شرقي اليمن. حفرة كبيرة وسط واد قاحل منحوتة في عمق الصخور يقال لا قعر لها، لكن باحثين يقدرون عمقها بين 100 و250 مترا، ويبلغ قطر فوهتها نحو 30 مترا. إذا ألقيت فيها حجرا فإنك تسمع ارتطاما أشبه بانفجار صغير. يسمع في قعرها خرير مياه، كثيرا ما تنبعث منها روائح كريهة. يحول الظلام الحالك داخل البئر دون رؤية أرجائها بعد عمق معين، لكن وبخلاف الأساطير المخيفة فإنه يمكن الاقتراب منها والنظر إلى داخلها بسهولة، لكن فقط لمن يتخلص من مخاوفه. إذ نسجت حول البئر الكثير من الأساطير والحكايات المخيفة منذ القدم عن اختفاء حيوانات وأشخاص عند اقترابهم من البئر. أساطير أخرى تفسر وجودها. الشائع منها في المنطقة إنها حفرت بأمر ملوك الجان ليسجنوا فيها من يعصيهم. حاول كثيرون اكتشاف البئر عبر التاريخ. يقال إن أحدهم تدلى بحبل فلم يعد منه سوى نصف جثته، وتبقى أساطير. آخر نزل متدليا ليصور بالكاميرا قبل سنوات، لكنه صرخ بزملائه مرعوبا بعد بلوغه نحو 50 مترا: أخرجوني من هنا. قال إنه خيل إليه أن فوهة البئر أغلقت عليه. عندما أرادوا رؤية ما صوره بكاميرا كانت المفاجأة: لا يوجد سوى الظلام الدامس فيما صور. الثابت أنه لا توجد حتى الآن عمليات استكشاف وبحث علمية لبئر برهوت، ولا تفسيرات حتى الآن لكثير من الأمور الغامضة هنا في بئر الجان برهوت.